السلام عليكم الإخوان. هذا الفيديو هذا استثنائي باش نطرحه على الشهداء ديال زلزال الحوز. الله يرحمهم ويرحم جميع أموات المسلمين، وإن شاء الله يتقبلوا الشهداء عند الله. الله يشافي جميع المصابين اللي تصابوا في هذه الفاجعة هذه أو هذه الكارثة الطبيعية اللي هي أمر مقدر من عند الله عز وجل، وقدر الله ما شاء فعل. أيضا بغيت نستغل هذه الفرصة هذه ونشكر المغاربة والشعب المغربي على التضامن والتآزر ديالهم مع أخوتهم المتضررين. الحمد لله هذه نعمة كبيرة من عند الله عز وجل اللي هي نعمة التضامن والتعاون مع بعضياتنا، سواء في الفرح والسرور أو في الحزن والقرح. مغاربة كاملين كلشي بالهم شطون ومشغول، وكلشي كيعاون باللي يقدر عليه. مراكز التبرع بالدم عامرة بالناس، ولي سوبر مارشي الكبار في جميع المدن المغربية عامرة، وكلشي كيتقدى وباغي يعاون، سواء بالماكلة أو بالأغطية والأفريشة ولا بالحوايج باش يصيفطوها لهاد الدواوير هذه المنكوبة والمتأثرة بالزلزال. لكن مع ذلك هاد الشيء هذا ما كافيش، وكنطلبوا من جميع الناس والمحسنين أنهم يزيدوا يعاونوا ويعطيو أكثر، سواء بالمساهمات المادية. وبالمناسبة قامت الحكومة بإنشاء واحد الصندوق خاص ديال هاد الفاجعه هذه، فهذا اللي كتشوفوه امامكم الان هو الرقم ديال الحساب بالنسبه اللي بغى يساهم في هاد الصندوق هذا. ايضا كنحضر جميع الناس والمحسنين اللي بغاو يقدموا مساعدات ماليه انهم ما يتيقوش في اي واحد وما يصيفطوش فلوسهم في اي حساب كيف ما كان. كاينه صفحات وناس عظيمي الضمير اللي كيستغلوا في حال هاد المواقف هذه باش ينصبوا على عباد الله ويحققوا بعض الارباح اللي هي في الاصل هلاك ليهم والاسر ديالهم. وبالنسبه للناس اللي بغاو يقدموا مساعدات في حال الفراش، الماكله، الحوايج، راه الحمد لله في كل مدينه وفي كل حي مغربي غتلقى ناس ومتطوعين، منهم اللي تطوع بالطوموبيلات والشاحنات ديالهم باش ينقلوا المساعدات ديالكم لهاد الناس المتضررين اللي بالامكان ديالكم انكم تصيفطوا اي حاجه بغيتوها معهم. ومره اخرى كنبغي نشكر جميع الناس وجميع المحسنين اللي كيساهموا وكيعاونوا بالليل بالنهار، واللي كينطبق عليهم القول ديال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وفي الأخير كنشكر جميع رجال الأمن، القوات المساعدة، الدرك، الأطباء، الممرضين، رجال الإنقاذ، جميع الناس اللي ساهموا في هذه الأعمال هذه لا من قريب ولا من بعيد. الله يرحم الناس اللي ماتوا، الله يشافي المصابين، والله يصبر الأهالي ديالهم. والسلام عليكم ورحمة الله.